البعض منا يظن أن العبادات مقتصرة على الصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان فحسب، ولكن أمر العبادات أوسع من ذلك إخوة الإيمان والإسلام. وهناك عبادة يتغافل عنها كثير من الناس، ألا وهي عبادة جبر الخواطر. وهذه العبادة إخوة الإيمان والإسلام لربما تكون طريقك إلى الجنة، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا سفيان الثوري: ليس هناك عبادة أحب إلى الله من أن يكبر للمسلم خاطي أخيه المسلم. فيا أيها المسلم الكريم، المولى عز وجل جبر بخاطر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، حينما قال جل وعلا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. حينما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مظلوما بإخوة الإيمان والإسلام، حينما خرج من مكة مقهورا، هذه البلد التي مشى فيها ودرعرع فيها لقد تأسف